المسلسل بيعرض الشباب بيشتغلوا ازاي، الشاب الطموح والشاب اللي عايز يشتغل والشاب الكسول والشاب اللي مش ملتزم والشاب اللي ما عندوش اخلاقيات، اللي عايز ياخد شغل زمايله اللي عايز يركب مكانهم، كل النماذج البشريه الموجوده موجوده في المسلسل. بس انا هقول لك على حاجه غريبه جدا، المسلسل علمهاني، يعني المسلسل ده علمني حاجه وانا بقرا وانا بتفرج عليه كمان. كلنا بيجي لنا في الفترة الأخيرة مكالمات تليفونية من شركات تطوير عقاري ومن شباب كتير قوي، لدرجة إن الدولة تدخلت وعملت طريقة إنه ما يبقاش فيه إزعاج لينا. وكان مرات الحقيقة الواحد بيرد بسخافة على المكالمات الكتير، لأن أنا بلاقي من شركة واحدة أكتر من مندوب بيكلمني، فكنت ببقى منزعج قوي، فكنت ساعات برد بطريقة مش لطيفة. لما اتفرجت على المسلسل وإنسانيا الحقيقة تعاطفت، مع انه فكره انه اللي بيكلمني ده هو اول مره بيكلمني وما كلمنيش قبل كده وبيدور على فرصه عمل. صحيح انا ما عنديش الرغبه ان انا اشتري حاجه في المشروع اللي هو بيعرضه عليا، ولا عندي يعني بيزنس في ده، انما الحقيقه هو ما عندوش ذنب في ان انا ابقى متضايق من كثره المكالمات، فرد عليه بطريقه مش لطيفه. فبدات ارد بعد كده بسبب المسلسل ده، لانه عرض انه في نماذج ناس بتشتمهم وناس بتتعصب عليهم وناس بتتسلى بيهم ويعني يسلوا وقتهم، يقعد يعمل حاجات وراه وهو بيتسلى عليه في التليفون ويديله امل، وده مش مظبوط. فالمسلسل خلاني بقيت برد بطريقه لائقه على كل حد بيكلمني من الناس دول. ممثلين كلهم شطار، كلهم الحقيقة، كل اللي كان تجمعني بيهم مشاهد، والمخرج محضر الشغل كويس قوي، والكرو كله very professional، وكل الممثلين تقريبا صحابي ما عدا الشباب لاني ما اعرفهمش كويس، لكن التزامهم وادبهم واخلاصهم لعملهم خلاني كنت مبسوط بده. انما ما عنديش مشهد كان صعب فنيا، يعني عليا ان انا قعدت اجتهدت كتير قوي علشان اعمله، يعني مش حاجز بقول لك حاجه مش حقيقيه. انما انا في مشهد فاكره، كنا خلصنا اليوم كله والمشهد ده كان محتاج تجهيز لوقت، والفجر هينور لو الدنيا نورت، الخلفيه هتبقى كان في الاوضه بتاعت الاي تي، فكان بيجمعني انا ونور النبوي ويمكن رشا هتعدي، مهدي، ومش معنا ممثلين تانيين، وميشيل، ممثل اسمه ميشيل، ممثل شاطر قوي، واحنا خايفين ان النور ينور، لان النور لو نور في الزوايا النور بتاع بره هيبوظ لنا، فلازم نحط فوندي ونعمل، هيبقى مشكله كبيره جدا. فكنا بنلهث في ان احنا نخلص المشهد ده بسرعه، والمشهد كان عنده تفاصيل، والحقيقه الاستاذ مصطفى السولي بيصر ان يعمل اللي هو عايزه بالظبط. فده المشهد ده تعبنا فيه قوي، يعني كان حضرنا له شويه كتير، وفي حركه مجاميع وحركه ممثلين بتشوفيهم في الخلفيه في الزوايا من هنا ومن هنا، وكان مكتب الخلفيه فيها ازاز يوري ورا الشجر والنور بتاع الشمس وبتاع الشمس لو طلعت، وعلى الشمال ازاز وناس بتعدي من الكوريدور وحاجات شبه كده، والباب مفتوح، يعني كان في تفاصيل متعبه شويه كتنفيذ اخراجيا. يعني كان مسلسل لطيف قوي الحقيقه، تجربه كانت لطيفه قوي. بس حاجه حصلت انه يعني كان المشاهد نور النبوي كان كنت اما بشوفه انا شفته وهو طفل صغير قوي، يعني هو فاكر كويس قوي اللقاء، قلت له انت عارف انا شفتك وانت صغير، فقال لي انت شفتني مع بابا عند الدكتور الله يرحمه دكتور الاسنان محمود العليلي ابن الفنان الراحل عزت العليلي. فاستغربت ان هو كان فاكر، لانه كان طفل صغير، يعني كنا اتقابلنا عنده، كان دكتور سناني ودكتور سنان خالد برضه، فلقيته فاكر. وكنت مرات كتير بضحك وانا بشتغل قصاده مش قدام الكاميرا بس بضحك، فبضحك لانه هو في من خالد النبوي كتير، يعني ودي عيني بتظلم فيها اولاد الفنانين اللي بيشتغلوا في الفن، الناس بتفتكرهم بيقلدوا ابهاتهم، وده مش حقيقي، هو جيناتيكلي هو ابنه، فيعني اي حد فينا هتلاقيه في حاجات من والده ومن والدته، في طبقه صوت، في بصه عين، في حركه جسم، في ايماءه، في رفعه حاجة.